انا بالنسبه للفيديو اللي خرجت به والبارح ديال التصريح ديال الاخت هويا، انا ديجا انسانه ظريفه، انسانه مثقفه، انسانه فنانه ديجا تبارك الله، لان مازال غاديه في المسيره الفنيه، وهي منظم انها تبارك الله استقبلها الفنان عادل ميلودي وغاديه في المجال الفني تبارك الله. هاد السيد هذا من هذا المنبر كنقول له ما دار فيها ما يصلح، لان شحال انا وياه مده 7 سنين، وانا وياه كنشتغل انا وياه في عده ميادين وفي عده جمعيات، وتلاقينا في عده اطر، وماشي بالضروره انها غاديه في المجال الرقص، هي غاديه في المجال الفني ديال الغناء. وانا كنشوف بان تبارك الله عندها واحد الطاقات وعندها واحد المواهب اللي هي في المستوى، يعني ممثله، يعني وجه فني، فهمتي؟ يعني انا مادام انني طالب من الجمهور الحبيب على انني بالزواج ديالها، الا وراه عجباني وانسانه ظريفه وفي المستوى. لاش مش معاد هويا يعني. واش هويا يعني. هي درت له بحال درت له انا المشوار ديالي، ومشى لعند الجمهور كيخطبها مني، انا اللي مولات الشيء، تجي عندي انا دوزت مسيره طويله. انا سنة في المجال الفني وعندي لاكارت ديال وزاره الثقافه، يعني شادها في المجال الفني، وبطبيعه الحال بغيتها تكون معنا ان شاء الله بحول الله في المستقبل. علاش مشى معايا؟ باش ندير له انا بطاقه فن، لان انا تبارك الله معروف انا في فاس، ما كاينش اللي ما كيعرفنيش. هويا انا كنسول فيك بزاف وما كرهت انني نشوفك اليوم قبل غدا، وان شاء الله نتمنى نتلاقى وتكون مسيره موفقه ان شاء الله بحول الله بيناتنا بجوج. كنقول للبنات ان شاء الله من هذا المنبر ديالي ما بقاش الثقه، لان السيد 7 سنين ودرته كممثل وكفنان ما اعتبرنيش، المهم ما درش بالكفاءات ديالي، ما كلشي في الزيرو، حيت كنقولوا حنا ما كلشي في الزيرو. ومن هذا المنبر تنقول لهم العيالات حضيو رجالكم، حضيو رجالكم من المزيان.